اول حاجه بتمنى جد تسمعوا هذا الفيديو للاخر، انكم ما تعملوا سكيب على هذا الكلام، تعطوني اذانكم لحتى اوصف لكم صوره الوضع ايش اللي صار بالضبط. حاليا انا مش متوقع انه الصبح اجا بالمره، ما كنت متخيل انه هاي الليله تمر على خير. انا عشت في الحرب اليوم اكثر من 276 يوم، ابدا ما خفت الا في هاي الليله لانه اتحصرنا من كل مكان. حاليا اصلا مش قادرين ننزح من المكان اللي احنا فيه بسبب الكواد كوبتر، قصف مدفعيه، شو بدك موجود، رموا علينا ريحة غاز بتخنق كثير، عدد شهداء، مش عارف تطلع، مش عارف تعرف ايش اللي اصلا في برا، في كمية قصف خيالية، احزمة نارية من كل مكان، حاصرونا فوق احنا كمان، والله والله جعانين. وخلال الواحد يحكي زي هيك، بس امبارح كنتوا تحكوا عن هدنة، امبارح كنتوا تحكوا عن وقف اطلاق نار والحديث، واليوم انتوا جايين تجزروا فينا في الشمال، ايش اللي بصير؟ انا مش فاهم، بس كل اللي بدي افهمه انه انتوا لازم تفهموا انه صورة الوضع حاليا كل العيون خليكم مركزين على شمال غزة، لانه احنا مش بس بننباد، احنا بنجوع وبننباد كمان، ومش قادرين ننزح لانه حاليا حركة النزوح مقتصرة على بين التفاح جبالي معسكر والغرب، ما فيش اي مكان وينك تروح، كله تحت الطيران وكله تحت القصف. فادعونا يعني ممكن الساعات الجاي نكون من عدد الشهداء، يعني أسأل الله أنه يتقبلنا، ولكن بتمنىش أني أفقد أي حد، فدعواتكم جداً.